صباح خير عليكم مشاهدين، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا تتابعونا. نتمنى لكم بداية يوم سعيدة وإيجابية ومليئة بالأخبار اللي تحبون تسمعوها. أهم شيء تكون المواقف اللي تنحطون بها والاختبارات إنه تنجحون بها، وأكيد راح نحكي أكثر بهذا الموضوع ومواضيع أخرى بحلقة نهاية الأسبوع من صباح الشرقية. ولكن بالبداية نصبح على زين، يسعد صباحك. صباح الأنوار عليك سامي، وصباح الخيرات لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. نبلشين وياكم حلقتنا اليوم والبداية مع العناوين. كثير ما نواجه في حياتنا امتحانات أو اختبارات سواء في التعليم أو في العمل، فما الاختبار الذي واجهته وكان الأكثر صعوبة وهل نجحت فيه؟ هذا هو استطلاع حلقتنا لليوم. اختصاص الجراحة العامة وجراحة السمنة دكتور فراس فاضل يكلمنا عن عملية تغيير مسار المعدة وعملية شد الترهلات. سندويش بالدجاج والمايونيز والبقدونس وسلطة الكينوا بالخضروات راح تحضرنا لنا سورة الخفاجي مباشرة على الهواء. حذاء مخصص لأحد البطاريق وأناس يتراشقون بالطماطم في إسبانيا. مزيد من التفاصيل والأخبار المنوعة في فقرتنا لحلقة اليوم. أما ختام العناوين فرح يكون بسؤالنا التفاعلي واللي هو ما أصعب امتحان أو اختبار واجهته وهل نجحت فيه؟ أكيد تقدرون تتفاعلون مع سؤالنا لحلقة هذا الصباح عن طريق نسخكم لQR كود ظهر أسفل الشاشة واللي راح يأخذكم لصفحتنا على الإنستغرام. وخلوني أني أسأل تاملة، شنو الامتحان الأكبر اللي أنت سويتي بحياتك وممكن أنت نجحتي أو رسبتي به؟ هو أكو امتحان من يعني أسمع كلمة امتحان أتذكر موضوع اللي هو السياقة. راح أحكي لك أكثر عن هذا الموضوع ونشوف أيضا المشاهدين شنو كانت الاختبارات اللي مروا بيها من نبدأ الحلقة. خليكم متابعين. حياكم الله مشاهدينا من جديد. الحياة مليئة بالاختبارات من بدايتها إلى نهايتها، سواء بمختلف مراحل التعلم والدراسة وامتحاناتها أو العمل واختباراتها أو حتى المواقف اللي تصير ويانا بشكل يومي بتعاملنا مع الآخرين والحياة بشكل عام. دائما أكو اختبار. فعلا زين، بس دائما تكون أكو اختبارات صعبة اللي هي تبقى بالبال ما ننساها، لأن تكون صارت بها مواقف تذكرنا بيها، مثل خلينا نقول عبرنا بامتحان صعب بفترة الدراسة أو اجتيازنا لاختبار كان معقد. فخلونا نروح باستطلاعنا ويا حسين من بغداد ونسأل الناس. كثيرا ما نواجه في حياتنا امتحانات أو اختبارات سواء في التعليم أو في العمل، فما الاختبار الذي واجهته وكان الأكثر صعوبة وهل نجحت فيه؟ خلينا نشوف. صباح الخير عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. كثير ما نمر بتجارب صعبة أو امتحانات أو تحديات على مستوى العمل أو على مستوى الدراسة، وكل شخص مر بتحدي أو موقف صعب. فاليوم باستطلاعنا من بغداد راح نسأل الناس شنو التحدي الصعب اللي واجهته على مستوى التعليم أو على مستوى العمل. فحياكم الله وابقوا ويانا. كانت عندي بس درس الجغرافيا، يعني كنت مو زينه بيه كلش. اي جغرافيا هي علميه يعني، مو جغرافيا سهل. لا والله ما اعرف مدرسته، يمكن كنت اكرهها وكنت حتى ما اعرف الدروس كلها، اضوج منها حيل. مبدئيا انا صعيد التدريس واجهت يعني شخصيا كوني يعني خريج كليه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، من جانب التصوير وجانب الاخراج، تعرف هذا الجانب ما يحتاج الى مثلا ماده خام، يحتاج الى امر تطبيقي.
في نقص المعدات، نقص الآلات، عدم التركيز على مسألة التطبيق كإخراج وكتلفزيون خلتني أنه أستعين بالمحترفين باليوتيوب من المخرجين ومن المصورين، فضلا عن الأساتذة الأكفاء اللي هم يعملون في القنوات الفضائية. وأكيد مع شكرا للجهود المبذول للأساتذة اللي درسوني، لكن تعرف هي مو سبب الرئيسي من عندهم، يكون السبب المعدات والآلات. أما من جانب العمل وهو الضغوطات النفسية وعدم التحفيز والسلوك السلبي، يخلي الإنسان مهما يبذل من جهد يحتاج إلى دعم معنوي، إلى سلوك إيجابي حتى يبدع بعمله. شنو التحديات أو الامتحانات الصعبة اللي واجهتيها على مستوى العمل أو الدراسة؟ والله بالنسبة لي يعني كانت أنا أحب الاختصاص مالتي، يعني بالعمل أنا ما لقيت يعني في الصعوبة. نعم إحنا يعني شنو كان عمل؟ أنا مدرسة مال كيمياء. أي نعم. عن حب؟ أي عن حب، عن رغبة. نعم أي نعم، ما لقيت صعوبة الحمد لله. 36 سنة عندي خدمة، يعني طلعت بياض وجهي الحمد لله والشكر. لا الحمد لله والشكر الحمد لله. سادس كارثة. السادس أنا شوي صريح، يعني السادس أذانا لعبينا طوبة، يعني يعني موقف كل الصعب أنا أتذكره ب 2013. كم سنة ظلت بالسادس؟ عليكات والخامسة يلا نجحت. بس الحمد لله تخرجت دبلوم إدارة أعمال. لا والله علمي بعدين حولت أدبي يلا نجحت. بس الموقف اللي صادفني بحياتي واللي صعب جدا هو كان بالدراسة الإنجليزي، مادة الإنجليزي 3 أدوار نفس الدرجة 41 تقريبا. أنا فترة من الفترات يعني مريت بفترة يعني قبل لا أتعين، يعني تعرف كل شاب يحتاج يعني المادة، ملابس، طلعة، كذا إلى آخره. هاي الفترة اللي قبل لا أتعين بها أنا يعني شوية مريت بظرف، يعني حاولت يعني أشتغل بكل الطرق يعني انسدت بوجهي، بس الحمد لله والشكر بالأخير يعني توفقت وتعينت. يعني لأن صعوبة الوقت، لأن واحد من يشتغل ويدرس راح يعاني بنفس الوقت، لأن عنده مننا العيشة ومننا الدراسة، لا يقدر يعوف الدراسة لأن في شيء مهم بحياته، ولا يقدر يعوف العمل لأن هذا مكمل إله عايش عليه. لمشاهدين مثل ما شاهدنا الاستطلاع شفنا آراءكم المختلفة، هواي من أدنى إلا ما نكون مارين بهذه الاختبارات، بس هي كلمة الاختبار والامتحان بشكل عام ذكرنا فورا اللي هو مرحلة الدراسة والمدارس، وفعلا هي كلمة مرعبة بالنسبة خلينا نقول للبعض أو الكل. طبعا إحنا بالنسبة للطلاب دائما ننصحهم إنه هم يحاولون يركزون بدراستهم، سواء من خلال أساتذة يلجؤون إلها أو بين أصدقاء إنه هم واحد يشرح للثاني، بالتالي ممكن هذا الشيء يقويهم، خلوهم يتغلبون على هذا الخوف بالتالي ينجحون بالاختبارات. حبيت أحكي عن تجربتي أنا اللي هو اختبار السياقة. ليش هذا الموضوع ما أنساه؟ لأنه الموقف اللي تكرر فشلت بي أكثر مرة، 6 مرات أنا عدت هذا الاختبار، فهذا الشيء ترسخ ببالي إنه هذا الموقف أبد ما أنساه. وكان صعب لولو إنه أنت كنتي ترتبكين أثناء السياقة. هو ما كان صعب، ارتباك بسيط، ولكن أكو قواعد معينة، كنت مجرد غلطة بسيطة كان الامتحان كله ينتهي وكنت أفشل، فكنت لازم أرجع عيدة. فحتى نفسياً كنت أقول لا خلص أنا ما راح أسوي هذا الامتحان بعد بحياتي، ورجعت سويته وبالمرة السادسة نجحت. تعرفين تعمل مرات الامتحان ما يكون صعب، يعني المواقف اللي إحنا نمر بيها هي تكون اختبارات بسيطة جداً، لكن التوتر يخلي ويصعب الأمور أكثر ويعقدها. وهذا اللي يمكن صاير وياك أنت، الامتحان ما كان صعب جداً والاختبار ما كان صعب، بس التوتر يخلي الواحد يغلط ويفشل. طبعاً أكيد نقرأ. أنا كان سادس، يعني أكيد بدون مناقشة، لأنه سادس كان كلوت كلش كبير علينا، ووقتنا كان حفظ، لأن لازم بعدش تحفظين وتدرخين المحفوظات وتكتبيها. هسه صارت multiple choice، يعني أكو همينة صح، أكو الاختيارات متعددة المتعددة، واختر إجابة صحيحة. هاي تسهل الأمور هواية، بس هذا أنا أكيد ما أنسى، يعني الامتحانات الوزارية يعني صراحة كانت أيام صعبة جدا، بس دائما نشتاق لها. أكيد. نقرأ تعليق. أكرم دي يقول الكيمياء والرياضيات متوقع راح أرسب بيهم، لكن جبت
96. حلو. شوف هذا له علاقه من ايش؟ واحد مرات مثل ما قلت الارتباك والخوف يخلي الواحد يرتعب من فكره كلمه الاختبار والامتحان وبالتالي يتذكر هذا الموقف. خلينا نقرا ايضا تعليق اخر موجود عندي. الا تقول اصعب شيء مواجهه الحياه. هم اختبار يعتبر صحيح. اذا مشاهدينا من التعليقات راح نروح الى فقرتنا الطبيه وراح نعرف الناس، واحنا اكيد نعرف الناس وسمعنا عن اشخاص يعانون من السمنه المفرطه وسووا عمليه تغيير مسار المعده وتغير شكلهم ونزلت اوزانهم، بس اكو همنا اشخاص كان يعاني من السمنه وصار عندهم همنا هسه من الترهلات. اليوم راح يكلمنا وراح نحكي بهالموضوع ويا ضيفنا اختصاصي جراحه العامه والجراحه جراحه السمنه والناظريه الدكتور فراس فاضل. يسعد لي صباحك دكتور. صباح خير دكتور، تنورنا. عليك دكتور، نسالك السؤال تفاعل بالبدايه عن الاختبارات والمواقف الصعبه، شلون تتعامل وياها؟ يعني اتابع التعليقات واشوفكم. يعني حقيقه هو يعني مو صعب وانما موتر جدا هو موضوع الاختبارات السادس الامتحانات الوزاريه. اكيد كنا مرينا بهذا الموضوع، ويعني حيتحدد مصيرك وممكن يعني اعشار الدرجه تنقلك من اختصاص الى اختصاص، من جامعه الى جامعه، وانتظار النتيجه خصوصا هسه طلعت النتائج. يعني اكيد وان شاء الله اتمنى التوفيق لابنائنا الطلبه ان شاء الله. شكرا دكتور. دكتور دكتور حكينا شويه بالبدايه عن يعني شنو المقصود، يمكن هسه العلم هذا المصطلح تغيير مسار المعده ما يكون كلش وارد او ما يكون كلش شائع، فعرفنا على هذا المصطلح بشكل عام. تمام، هو بالاصح هو تغيير مسار الطعام. بالوضع الطبيعي الطعام يدخل يعني من الفم الى المريء ثم المعده. ثم يروح باتجاه الاثني عشر والامعاء الدقيقه. عمليات تغيير مسار المعده احنا نصغر حجم المعده حتى يقل كميه الطعام داخل الجسم، وبنفس الوقت نتجاوز تقريبا متر ونص الى مترين من طول الامعاء الدقيقه ونربطها مباشره مع هذا الجيب الصغير، فبالتالي راح يعني مسار الطعام راح يتجاوز تقريبا يعني ثلث الى 25% يمكن من طول الامعاء، فراح يقل الامتصاص بالتالي، وبالتالي راح يبدا يقل الوزن تدريجيا. زين دكتور فراس، طبعا احنا نحكي بموضوع جدا شائع خصوصا مع كثره الناس اللي يصير عندهم السمنه المفرطه. أكيد. والوزن الزائد، وهواي ناس يلجؤون للطرق اللي مثل الحميه الغذائيه او الرياضه ويفشلون، فيشوفون الطريقه الاسهل او الانسب لحالتهم اللي هي تغيير مسار المعده او قص المعده وغيرها، فخلينا نحكي بشكل عام الانواع الموجوده من هاي العمليه، هل اكو انواع وشنو هي؟ يعني بصورة عامة هي يعني عملية تغيير مسار المعدة هي عملية حديثة وهي تعتبر يعني عمليات الآمنة، لذلك الناس بدأت تلجأ لها. الأنواع، النوع الكلاسيكي أو التقليدي النوع الأول، والنوع تغيير مسار المصغر، وأكو الأنواع الحديثة أنواع تسمى الساسج والساسي. هذه الانواع اللي مشهوره حاليا. زين دكتور، اكو شيء مثلا نسمع تكميم المعده، قص المعده، تغيير مسار المعده، شنو الفروقات بيناتهم؟ تمام، التكميم المعده وقص المعده هم نفس يعني نفس العمليه بس اختلاف الاسماء. التكميم او القص هو فقط تصغير لحجم المعده، يعني تقريبا احنا نشيل 75 الى 80% من حجم المعده ويبقى فقط 20%. فبالتالي الشخص راح يبدا يتناول كميات جدا قليله من الطعام وينزل وزنه تدريجيا. تغيير المسار هو مثل ما يعني شرحنا بالبدايه انه راح يصير تقصير لطول الامعاء الفاعله بعمليه الامتصاص، فراح يقل الامتصاص بالتالي. حلو. جميل جدا. يعني اكيد هسه من اللي يتابعونا عندهم اسئله ببالهم دكتور، يقولون مثلا منو هي الفئه اللي تكون مؤهلة لإجراء هذه العملية، ومن نفس الوقت شنو هي الفئة اللي هي ممنوعة من اللجوء إلى هذا النوع من العملية؟ تمام، هو بصورة عامة أي شخص يعاني من السمنة يعني الشديدة، يعني مؤشر كتلة الجسم تكون أكثر من 35، مؤشر كتلة الجسم يعني توضيح بسيط أنه هو الوزن بالكيلوغرام تقسيم مربع الطول بالمتر، راح يطلع رقم من يكون أكثر من 35 فهذا الشخص عنده سمنة شديدة، فيكون هذا مؤهل لإجراء مثل هذه العمليات. أوكي. إذا كان أقل من 35 مثلا 30 إلى 35 مع وجود أمراض مزمنة مثل داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم الشديد أو تكرس المبايض لدى السيدات يكون أيضا مؤهل لمثل هذه العمليات. تمام. زين شنو الحالات اللي ممكن مثل ما ذكر زين أنه ممنوع
انه هم يسوون عمليه تغيير المسار؟ بصوره عامه الشخص اللي يعني يكون مؤشر الكتله اقل من 30 هذا حيكون شخص غير يعني غير مؤهل، او اقل من 35 هذا حيكون شخص غير مؤهل اذا ما عنده امراض مزمنه. والاشخاص اللي يعانون من اعتلالات هرمونيه او يعني خربطه بالهرمونات بصوره يعني عاميه، هذا الشخص لازم يعني يرتب هذا الموضوع قبل لا يلجأ لمثل هذه العمليات، لأنه ممكن ما يستفاد من العملية. زين دكتور فراس، خلينا نحكي على أبرز مميزات هذه العملية اللي تكون مرتبطة ممكن بالنتائج، أو شنو اللي تصير بعدين مثلا من ناحية الشهية، من ناحية إنقاص الوزن، من ناحية السيفتي والأمان بالنسبة للمريض، شنو هي مميزات العملية؟ تمام. يعني هو أهم ما يميز هاي العملية هي يعني نسبيا أكثر أمانا من عملية قص المعدة. يعني نسبة التسريب تكون أقل في عمليات تغيير المسار. المسألة الثانية رجوع الوزن اللي يعني بعض المرضى يعانون من عنده بعد سنة أو سنتين بعد عمليات التكميم، نسبة رجوع الوزن يعني أقل بعد عمليات تغيير المسار. نسبة التخلص من الأمراض المزمنة يكون أعلى، يعني مثلا التخلص من داء السكري أو من ارتفاع ضغط الدم يكون أعلى مع عمليات تغيير المسار من عمليات التكميم أو البالون أو العمليات التقليدية الأخرى. جميل جدا. ممتاز. زين يعني اليوم هل المريض بحاجة أو الشخص اللي حز نفسه أنه عنده وزن زائد يعني هو مو قرار أنه هو يسوي تكميم أو قص، يعني هل يفضل أنه هو يراجع طبيب وهو ينصح نوع العمليه اللي هو المفروض يسويها، او هو قرار شخصي تابع؟ بالضبط. يعني احنا قسم ان المرضى يجون هو ماخذ القرار مسبقا، لكن هذا الشيء مو صحيح اكيد. يعني يكون يعني اكو هيك حاله دكتور تواجهني؟ طبعا اكيد اكيد. نعم. يعني يقرا على النت او يشوف صديق مثلا اجرى هذه العمليه فهو يريد يسوي هذه العمليه. لكن احنا مثلا بعد ما نطلع على حاله يعني الشخص بالتفصيل راح ننصحه بالعمليه المناسبه لحالته. كل واحد عنده كيس خاص. بالضبط. ممكن يعني اذا كان هو من محبي الحلويات راح يكون تغيير المسار يعني مناسب له، اذا كان هو من يعني الاشخاص اللي ياكلون كميات كبيره راح يكون تكميم افضل من تغيير المسار وهكذا. جميل. زين دكتور، اكو حالات ممكن حتى بعد تغيير المسار تبقى عندهم مثلا عادات معينه، فاكيد اكو امور انت كدكتور تنصح المرضى اجراءات يلتزمون بها، شنو هي ابرز هاي الاجراءات حتى تكون العمليه ناجحه؟ اكيد. يعني تعرفين هو مرض السمنه هو يحتاج تغيير نمط الحياه، تغيير سلوك الشخص خاصة بعد العملية. يعني أهم إحنا دائما نسميها في هذه العمليات مثلث النجاح. مثلث النجاح هو ثلاث يعني أركان. الركن الأول هو إجراء العملية بشكل صحيح، الركن الثاني هو الالتزام بالنظام الغذائي ما بعد العملية. والركن الثالث هو النظام الرياضي اللي حيكون بعد العملية. فهذه هي أهم يعني مقومات النجاح العملية. جميل جدا. هل اكو يعني هل تصير اكو مضاعفات بعد العمليه او اثناء العمليه للمريض؟ يعني خصوصا انه احنا نسمع اكو حالات مع الاسف، يعني الفتره الماضيه كنا نسمع انه اكو حالات تدخل للمستشفى وتطلع يعني ما تطلع اصلا من غرفه العمليه، فهل هاي العمليه خطيره لهي الدرجه انه تنهي حياه الشخص؟ تمام. العمليات الجراحيه بصوره عامه كل عمليات جراحيه تحمل نسبه من الخطوره. خطوره. يعني ما تتجاوز 1%. ممكن يعني بأي عملية يحدث نزف، يحدث تسريب، يحدث مثلا مضاعفات لل يعني مثلا مثل الخثرة الرئوية أو خثرة الساقين، هذه المضاعفات المعروفة بشكل عام. فهي هذه العملية هي عملية جراحية أكيد صحية بالناظور، لكن تبقى يعني تحمل بعض المخاطر لكن بنسبة جدا قليلة. زين دكتور، طبعا اكو ناس تكون اوزانهم جدا كبيره قبل العمليه وبعدها وبعد فقد الوزن الكبير راح يكون اكو ترهلات، فشلون يكون الوضع دكتور؟ يعني كل الاشخاص ممكن يتعرضون للترهلات ولا اكو حالات وحالات؟ شلون يتم التعامل ويا الموضوع؟ نعم، موضوع الترهلات اكو يعني قسم الاشخاص هو يكون اصلا يعني مسبقا عنده يعني ترهلات، فهذا حي يعني بعد نزول الوزن اكيد راح تبرز اكثر. بس الاشخاص اللي يلتزمون يعني بالرياضه بشكل يعني منتظم بعد العمليه مباشره يعني عاده ما يعانون من الترهلات. بس بعد نزول الوزن اذا وصل الى مرحله الترهلات لازم نتعامل مع الترهلات بشكل يعني اخر. وزي يعني مرات همين يكون اكو اثار لي يعني من يكون اكو عمليه لازاله الترهلات همين تبقى اثار، فهل يتم معالجه هاي الاثار همين دكتور؟ هل هذا الشيء ممكن؟ ما في حال تدخل الجراحي. نعم. تمام. يعني هو إزالة الترهلات معروفة، عمليات شد الترهلات. الآثار يعني غالبا تبقى، لكن يعني ممكن يعني أطباء الجلدية يعني تجميل نعم
بأجهزة الليزر يخففون من عندها، لكن ما تروح 100% يعني. راح تبقى يعني شوية. راح تبقى نعم أكيد. حلو. زين دكتور شنو تحب تقدم نصائح بشكل عام للناس اللي حابين يسوون هاي العملية؟ وشنو تحس الإجراءات المفروض الشخص ممكن يجربها قبل ما يفكر بهاي العملية؟ هل أنت تنصحها لكل الناس اللي وزنهم مثلا زائد؟ لا أكيد طبعا هي العملية مناسبة مثل ما قلنا للأشخاص اللي عندهم سمنة شديدة مع وجود أمراض مزمنة خصوصا. وحاولوا بالبداية أنه يتبعون نظام غذائي، يعني حمية غذائية، اتباع نظام سعرات معينة مع رياضة إذا كان الشخص يقدر يمارس الرياضة. إذا يعني ما قدر ينزل وزنه بهذه الإجراءات ممكن يراجع يعني طبيب مختص بهذه العمليات حتى يشوف هل هو مناسب أو غير مناسب لهذه العمليات. دكتور فراس فاضل نشكرك على تواجدك، ونتمنى تكون العقلية عند بعض الأشخاص اللي يكون عندهم فالتفكير مسبق أو يأخذون قرارات مسبقة قبل اللي يراجعون الدكتور تكون تغيرت بعد ما استمعوا لحضرتك. شكرا لتواجدك. شكرا نورتنا دكتور. شكرا لك. إذا نذكركم بالسؤال التفاعل لحلقة اليوم اللي هو ما أصعب امتحان أو اختبار واجهته وهل نجحت فيه؟ خلنا نقرأ تعليقاتكم أيضا الموجودة. أكثر شيء أشوف الطلاب يقولون كل الامتحان، شخص قال كل الامتحانات هاي شلون؟ كلها كاتبين مواد، اللي كاتب إنجليزي اللي كاتب رياضيات. إيه أنا أصعب مادة يومي كانت الرياضيات، كان يعني كل مرة أخاف إنه أنا كنت أخاف من القواعد. قواعد قواعد كلش أخاف منه، بالنسبة لي كان كلش صعب. إذا رح ننتقل إلى الفقرة المفضلة لدى الكل اللي هي فقرة الأخبار المنوعة واللي تحتوي على أخبار غريبة وطريفة من مختلف أنحاء العالم. خلينا نبدأ بأول هذه الأخبار اللي رح تكون عن ظاهرة طبيعية وساحرة وفريدة في إحدى الغابات في المكسيك، وهي غنية أو هي غابة الفراشات الخاصة بالفراشات. طبعا في كل سنة تهاجر نوع معين من الفراشات واللي تسمى بفراشات المسوي بالبرنامج أو أنيميشن ولا كأنه حقيقي. زين هي الفراشة إيش قد وزنها حتى هي تخلي الأغصان تنزل بهذا الشكل؟ يعني تتخيل أنه يعني العدد مو طبيعي، فعل بسبب كثرة العدد فأكيد راح يكون وزن. كانوا هي أوراق أشجار تتساقط. كانوا الفصل الخريف ما شاء الله. جميل جدا. جميل. إذا مشاهدينا راح ننتقل إلى مكان ثاني وموضوع ثاني. لا توماتينا من إسبانيا أو المهرجان السنوي للطماطم، وهو مهرجان ضخم يقام في آخر أربعاء من شهر أغسطس اللي هو الشهر الثامن من كل سنة. أكثر من 100 طن من الطماطم أو الطماطة يتم شحنها وتوزيعها على 6 شاحنات لتزويد كل بلدة بالطماطم تحضيرا للمهرجان الشهري أو الأشهر للطماطم اللي يجذب أكثر من 20,000 شخص من مختلف أنحاء العالم حتى يشاركون بمعركة تراشق بالطماطم اللي تصير لمدة ساعة. طبعا التحضيرات لهذا المهرجان تشمل الأهالي قبل بداية المهرجان يقومون بتغطية النوافذ وواجهات البيوت والمتاجر بألواح خشبية وأغطية بلاستيكية لحمايتها، وهمين حتى الناس يستمتعون بهذا المهرجان بشكل كامل. طبعا ببداية هذا المهرجان أو بدايته كانت عبارة عن نزاع بين قرويين، وهو نزاع عفوي كان سنة 1945، والموضوع استمر لسنوات قبل ما يتم اعتراف به رسميا سنة 1952، ومن يومها هو مهرجان سنوي للطماطم. مثل ما تشوفون لا هو همنا بوقت همنا احنا نحتاج الى البروده، فاكو مي واكو طماطه، يعني واحد هسه اوروبا منها بتعاني من جفاف و برايك هذا هو حل الامثل؟ يعني على الاقل شويه زي هاي الهوسه منو راح ينظفها بعدين؟ هو هذا السؤال يبقى للجهات الاسبانيه حتى يجاوبونا. طبعا البلديه هناك يعني الله يساعدهم. يعني احنا كل مره نحكي بمهرجان مختلف، البارحه كانوا يعني مهرجان الفجل من المكسيك، اليوم مهرجان الطماطه. يعني يمكن كرهت معجون الطماطه بعد هذا تخيل هذا بالاكل يكون.
لا مستحيل. إذا راح ننتقل إلى خبر آخر يخص البطاريق ومحبي البطاريق. شو رأيك راح يكون الخبر؟ أنا أحب البطاريق فتحبها؟ ممكن يهمني الموضوع. لا استمع إلى الخبر وياي زين. طبعا بهذا الخبر راح تشاهدون بفيديو اللي هو من حديقة الحيوانات في سان دييغو. راح تشوفون بهذه الحديقة أنه البيطريين انتبهوا على لوكس. طبعا هذا البطريق يعرج ويتألم لما يمشي. طبعا ما يقدر يشارك باقي البطاريق بيومياتهم ومغامراتهم، فهذا الشيء خلاه انه ينعزل عنهم. وبعد الفحص اللي تم تشخيصه بالتهاب في اسفل النخاع الشوكي، هذا الشيء ادى الى ضعف باطرافه، وايضا هذا الشيء خلاه غير قادر على المشي بشكل مناسب، فسووا له حذاء علاجي خاص ومبطن، هذا الشيء ساعده انه يشارك اصدقاء البطاريق بنشاطاتهم اليوميه مثل التسلق والسباحة. طبعاً بعد أن ارتدى لوكس هذا الحذاء العلاجي بدأت حالته تتحسن بشكل ملحوظ. طبعاً لفتة جداً جميلة، نعتبرها لفتة إنسانية أكثر من رائعة من قبل القائمين بهذه الحديقة. جميل جداً. نشاهد لوكس وباقي أصدقاء. أنت شفتي شلون أرضوا طبعاً رجله، يعني هو خلوه بيكون مكان عالي حتى يقمص وبعدين يرضوا طبعة. حلو رجلة. انه مع العدد الكبير من البطاريق انهم انتبهوا على لوكس. اي اصلا احب مشية البطاريق، ما اعرف ليش هيك من يمشون عندهم فدمشية هيك مميزة بين جميع الحيوانات الثانية. حيوانات كلش طريفة فعلا زين. اذا مثل ما شاهدنا باخبارنا المنوعة اكيد اكثريتكم صار عندكم فضول ممكن بفقره او بالفقره التاليه راح نحكي بها عن الطبخ والاكل. اذا راح ننتقل الى الفقره الاخرى اللي حتكون عن الطبخ والاكل مثل ما ذكرت، راح نحكي عن سندويش الدجاج بالمايونيز والبقدونس وايضا سلطه الكينوا بالخضروات، طبقين مميزين راح تحضرهم لنا وتقدمهم سرى الخفاجي واللي راح تكون ويانا مباشره على الهواء. خلينا نرحب بها. صباح الخير سرى. صباح الخيرات. تسمعين سرى؟ ترتب سرى. يسعد صباحك، شنو هالالوان الجميله نورتينا. لا اسمعكم. حبيبتي منور بيكم، صباح الخير زين، صباح النور تميله، شلونكم؟ صباح الانوار عليك. وكلش متحمسين نسمع عن الوصفات الموجوده اللي راح تقدمين لنا اياها، نشوف محضرت لنا الادوات جاهزه قدامك، فاحكي لنا عنها، شنو موجود قدامك؟ اكيد. طبعاً اليوم أنا قلت راح أسوي لكم سلطة الكينوا بالخضار. طبعاً الكينوا غنية بالألياف والبروتينات أيضاً والمعادن، بها مغنيسيوم، بها هواية فيتامينات. طبعاً تعتبر وجبة كاملة، أكيد من أضيف الخضروات وياها، تقدرون تضيفون لحم، بس أنا ما أفضل أنه أضيف لحم، نكتفي إحنا بالخضرة الموجودة عندنا. فهسه راح اسوي لكم اياها وتشوفوها ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم. حلو، اذا حضرت لنا الشغله نقول نباتيه ما بيها لحم، وساندويتش راح يكون بالدجاج، فخلينا نبدي العد. شلون راح، شنو الخطوات الاولى حتكون سرى؟ بالضبط. يلا. طبعا اول شيء راح اخلي الكينوا نسلقها بمي شوي، ونا تقريبا ربع ساعه لحد ما تصير بهذا الشكل، ونضيفها ورا ما نبردها بالطاسه اللي راح نخلط بها المواد. حلو، اذا انت تكونين جهزتها حتى اول شيء صرت تحضر كل شيء يكون جاهز، بس تغبط يعني هذا اهم شيء، تغبط الشغلات بالضبط. بالضبط. وعندنا هنا هسه الخيار، خيار مقطع مثل ما انتم تحبون. جميل. حلو، مو كلش ناعم، قطعتهم بطريقه خلينا نقول وسط، ممكن اكو ناس يحبوها تكون كلش ناعمه فممكن يقطعوها يعني ناعم وسط. بالضبط. هذا الخس يعني انا احبها خشنه بالعاده، بس ويا الكينوا لازم شويه نسويها وسط. عندنا هنا خس ايضا مقطع وسط، وهنا عندنا شويه جرجير، عندنا فلفل احمر. حلو. فلفل احمر ممكن نسويها سبايسي او لازم تكون، عندنا هنا فلفل ما لازم تكون سبايسي مقطع. اي عندنا هنا فلفل صغار مقطعته اني حلقات. اوكي، ممكن تنطي طعم السبايس او الحراره. عندنا البصل مقطع ناعم. حلو. جميل. لا بالعكس بارد، انا اذوقه قبل ما اضيفه بالسلطه. لا شكلك ما تحبين السبايس. انا كعب الحامض قبل ما اضيفه بالسلطه. لا بالعكس كلش احبه.
بس بالسلطه ما افضل يعني. تمام. طماطه وعندنا هنا طماطه قطع ناعم. مهرجان الطماطم. من مهرجان الطماطم بالاسبانيا اللي حكينا عنه قبل شويه مو لا لا تكره الطماطه هنا قليل خليها زيد. جميل. طبعا صورة كلش احنا حابين الالوان اللي انت دائما تلبسيها مع الديكور الموجود التناسق كلش حلو. فنانة بالاكل وبالتنسيق. حبيبتي. جميل. تسلمون تسلمون هذا من ذوقكم. عندنا هنا همات شويه ذره لازم الوان. ويا السلطه سلطان بها الوان. زين. زين سرى وانت تحضرين وهنا هم شويه معدنوس راح اضيف. وانت تحضرين قولي لنا شنو اصعب اختبار انت يعني سويتيه بحياتك او مريتي به؟ هل كان السادس او اكو اختبارات ثانيه انت مريتي بها؟ هو بصراحة أنا هواي مريت باختبارات بحياتي بس فعلا كان أصعب مرحلة هي السادس إعدادي كوني كملته يعني بعد 8 سنوات ترك دراسة ما شاء الله فكان خارجي وكان كلش صعب علي الموضوع ما شاء الله إيه وأيضا اختبار السياقة يعتبر من أصعب مثلي الحمد لله اجتازيته بسرعة سرى بعد كم مرة اجتازيته يعني بعد 6 مرات اجتازيته الحمد لله والله يعني بلا حسد من اول مره. لا ليش تتذكري المفروض هذا سهل يعتبر بالنسبه لك، هو طبعا يلعب دور الحظ همينه بالموضوع لانه هو كلش لا. امتحان حساس يعني. متعرفين؟ تعرفين شنو؟ انا خفت كلش بوقتها لانه هنا خوفونا باربيل يقولون صعب الامتحان الاختبار حساسات بالقاع السيارة بها جهاد هذا ترعيب بس فكان عندي خوف بس من الموضوع بس من رحت امتحنت الحمد لله رأسا اجتازيته هذا أحسن شيء. هسه نحضر الصلصة يمكن الدرسينج بالضبط تتبيلة مال الصلصة عندنا زيت زيتون خليت وهنا شوية دبس رمان دبس رمان كلش طيب أحب أخليه بالسلطة دائما فعلا أنا كلش أحبه وهسه راح نعصر ليمون حلو بالدريسنج نفسه نعصر كل الليمون قد ما نقدر لانه الكينوا تحب الكينوا تاخذ النكهه مال الاكل الموجود فكل ما تضيفون تطلع اطيب معلومه حلوه هاي هسه راح نخلطها شويه حطيتي شنو سرعة؟ طبعا اني املح الكينوا زي زيتون حطيتي وملح دبس رمان اي طبعا اول شيء زيت زيتون دبس رمان وليمون وهسه راح اخلي ملح وفلفل شويه حلو على مود تشتغل خلي تقولي لنا ما سويت سبايسي طبعا بعد ما كملناها بعد اكو كم فقره اي لازم اضيف هسه نعناع مجفف كلش طيب يطلع وياها وايضا عندنا نعناع وريحان قلت لكم اني لو لا لا ما قلتينا بس احنا عندنا تذكرين ذيك المره هنا كان عندك تحدي تكملين الاكله ب3 دقائق اي هسه هم عندك نفس التحدي سرعه عندك 3 دقائق تكملين هسه راح اشوفكم ب3 دقائق راح اكملها خليك اختبار جديد الك راح اخليك اختبار الك سرعه خلينا نشوف راح تنجحين به اي لا لا والله هاي هسه خلصت السلطه السلطه شكلها جنه حق بالكم بس باعوا الالوان يعني هذه وجبه غذائيه كامله ونقدر نقول صحيه 100% شوفوا فعلا شكلها جدا جميل عاشت ايدك وبالعافيه عليك بما انه احنا ما راح نقدر نتذوقها يعني كل مره احنا هسه مسوين اكل طيب وناكل الله يعافيكم هسه راح اسوي لكم السندويتش باسرع طريقه يلا اسهل هيك ما من هيك شي ماكو شوفوا عندنا معدنوس مثروم ودجاج مفلس هاي انا افضلها للاكلات من تبقى مال قبل بيوم شايفين من يبقى مثلا صح. دجاج عندنا زايد نقدر نسوي بها هاي الاكله دجاج ما بي اي شيء يعني اي صوص ما بي مجرد مسلوق وها هنا عندي تقريبا ابد ايش راح نخلي حنخلي عليه مايونيز ما يقارب يعني كوبين صغار او كوب ونص كبير زين حلو
وراح نخلي ملح وفلفل، هذا فلفل اسود، وعندنا هنا الملح. طبعا هاي كلها حسب الرغبه. ايش قد باقي لي هسه؟ نشوف المخرج، مخرجنا ايش قد باقي لي. يمكن راح تخلصين قبل 3 دقائق. جميل. يلا ممتاز. هاي تقول لك دائما الطوال يكونون سريعين بالشغل. بعد ما ادري تامي الاتيام سريعه؟ اني بالطبخ لا مو سريعه، بس امور اخرى اي سريعه. يعني مو هوايه سرعه تطلبين يعني بالدليفري سريعه انت. آه. يعني اذا اركض اكون سريعه. ترى مخرجنا يقول لا صحيح، انا حتى بالمشي سريعه، يعني لكون خطواتنا يعني تكون سريعه ايضا. فعلا. شوي ننظف لان لازم يكون شكل الاكل حلو. طبعا هاي ممكن تكون كمقبلات، وممكن هسه راح اخليها بسندويتش وتصير ويانا سندويتش للصغار كسناك خفيف، كلش طيبه تصير. راح اضيفها هسه على التوست. اوكي، تخلي وياها شيء اخر ويا التوست يعني؟ كمية زينة. لا فقط هيك، خليها هيجي، راح اخليها طبق التقديم. جميل. وياها راح اخلي شوية كينوا سلطة. حلو، حبيت. راح اشوف، لازم يصورنا يتذوق الاكل راح حتى يعطينا، هو راح ينقل لنا الطعام والفيدباك. بس هو شكله جدا يشهي صراحه. بالعافيه عليك، بالعافيه عليك. صار انت بدال يعني، انت خلاص سويتي الاكل ولو شبعتي. الله يعافيك. بس اكلي همين بدالنا. عاشت ايدك. بس انا راح اذوقه وبعدين اقول لكم شنو الطعم. يلا بالضبط. فعلا كان الطبخهم كلش سريعه. ثانك يو. شكرا لك سرى، وشكرا على هذا الطبق الجميل والملون. واكيد رح نستمر وياك بباقي الاطباق الجايه. شكرا لتواجدك ويانا اليوم. شكرا سرى. اذا مشاهدين نذكركم بسؤال التفاعل اللي كان ويانا من بدايه الحلقه، اللي هو ما اصعب امتحان او اختبار واجهته، وما كانت رده فعلك او نجحت فيه او لا. خلينا نشوف بعض التعليقات ايضا الموجوده. نشوف مره تقول اني اختبار السياقه مثلي. اكثرهم بنات. يعني كلها اختبار السياقة. السياقة أيضا أشوف الامتحانات. شخص قايل اللي هو اسمه أحمد، ماكو شيء صعب إذا بالإرادة والصبر كل شيء ممكن ننجح به. حلو، أنا أخذ من عندي التعليقات. مشاهدينا إذا وصلنا بهذه التعليقات لختام حلقتنا، نلتقيكم باكر بنفس الموعد. مع السلامة. باي باي.